السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض كيفية استخدام العجينة السحرية أو عجينة السباكة السحرية لسد ثقوب السخان ولحام أي شروخ. العجينة السحرية موجودة عند تجار العدد والأدوات بألوان مختلفة. أنا جبت اللون الأبيض ودي الثقوب بتاعة سخان المية نتيجة الصدأ. بعمل صنفرة جيدة للسطح، وبعد الصنفرة بلمع السطح من بقايا الصنفرة ونظف الثقوب، وبمسمار الوز احاول اوسعها علشان ما يكونش فيه اي سطح ضعيف نتيجة الصدى. اجيب عجينة السباك السحرية واقطع منها جزء، هي عبارة عن رول، اقطع جزء على قد الثقوب بتاعتي، وما تبقى احفظه حفظ جيد في مكانه مرة اخرى، وابدأ اعجن العجينة لحد لونها ما يكون متجانس. وما انساش بعد ما اخلص اغسل ايدي بالمية والصابون، وابدأ اسد الثقوب بجزء من العجينة واضغطه. بعد حوالي ساعة ساعتين بتصبح قطعة من الحديد، انفرها ممكن تخرمها بالشنيور. بعد ما نشفت انا مليت السخان مية، وزي ما احنا شايفين مع بعض مفيش اي تسريب، اللحام قطعة من الحديد. الحقيقة الواحد جرب انواع كثيرة جدا من اللحام ملقتش زي هذا اللحام فعلا عجينة سحرية، جاف تماما.